مساء الخير على كل اللي بيتابعونا، بنرحب بكم في برنامج هاشتاج مع محمد غانم في اولى حلقات البرنامج. النهارده معانا ثلاث فقرات مختلفه تهمكم وان شاء الله تنال اعجابكم. هيكون معانا ضيفتنا في الحلقه في الفقره الاولى في مجال الطب والتجميل الدكتوره نجلاء سالم، اخصائيه الجلديه والتجميل والليزر. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك، منورانا والله. ونورك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله طبعا. في الفتره الاخيره موضوع ثقافه التجميل بقى منتشر وناس كتير بقت تهتم بيه وبتسال عنه، فكنا حابين نعرف من حضرتك، لان عرضنا الموضوع ده على الصفحه عندنا فجالنا اسئله كتير جدا، واكثر الاسئله اتكررت كان عن موضوع الفيلر، حقن الفيلر بيستخدم في ايه وايه الفيلر. حلو، بس احنا عايزين الاول نحط كده بيزكس للكلام، ان الناس لغايه دلوقتي مش قادره تفرق، لان هم كلهم خايفين من التجميل وخايفين من ثقافه التجميل دلوقتي، اللي هم بيشوفوا حاجات بالنسبه لهم مرعبه. لا خالص، ده انا لقيت تفاعل جامد على الصفحه ولقيت اسئله كتير. حلو بقى، الفيلر ده لازم نفهمه، من الفيلر ده عباره عن ماده اسمها الهيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد ده عباره عن ماده زي الجل، بنستخدمها استخدامين. هم وجدوا في التجميل دلوقتي ان هم ابديتد، ان انت مش عايزين ندخلك اوضه الجراحه، لا احنا عايزينك تبقى اوت بيشنت في كلينك عادي، تعمل حاجه على خمس فكرة دقائق. فعلا صح، اول حاجه كانت بتجي في ذهني لما نتكلم على التجميل موضوع العمليات، ان هو جراحه خالص، يعني عمليات دلوقتي حاجه بسيطه وبنعملها في كلينك ومن غير تخدير، بس بنج موضعي وساعات لا كمان بنحل بيها حاجات ان الستات والرجاله ما يكبروش فجاه، وفي نفس الوقت يحافظوا على سنهم. في حاجات بتبقى يعني كمان في رجاله بتيجي لحضرتك. ده اكيد طبعا، رجاله وستات، وستات بيجيبوا يعني جوازاتهم وبيجوا كل حاجه. الفكره ان الفيلر احنا بنستخدمه ازاي دلوقتي؟ بنستخدمه لحل مشاكل البشره في حاجات كتير، والعيوب بتاعه الوش بشكل عام، والجزء التجميلي بقى اللي هشرحه دلوقتي. طب ايه الفيلر؟ احنا قلنا ماده بتملى، بتدي فوليوم. في ناس مثلا عندها مشكله في الشفايف، تمام هتلاقي شفايفها صغيره بزياده، هتلاقيها مثلا وهي بتضحك دلوقتي الابديتد جدا ان انا اشتغل حاجه اسمها جامي سمايل، يعني دكاتره السنان حتى يسمعوا عنها. دي الاكتر المشاكل اللي بتجي لهم، تضحك قوي البنت او الراجل، بس البنت اكتر طبعا، يعني فرشه شفايف. تمام. اوكي، هتلاقي اللثه بانت، اللثه عندها بانت الضحكه اللثويه. ايوه فكان في بنعمل لها المفروض في السنين بقى قطع لثه بالليزر وحاجات كده وبترجع تاني. فايه الحل في التجميل بقى جلديه عندنا؟ ان احنا بنعمل بوتوكس. تمام، البوتوكس ده بيتحقن ماده بترخي شويه العضله، فمتبقاش الضحكه جامده قوي، فبنفس الوقت اللثه تقلل شويه منها تبان. تاني حاجه ان احنا نعمل فيلر شفايف، اما نعمل فيلر شفايف هندي فوليوم، فبالتالي هينقص شويه من مساحه اللثه اللي بتبان، فترجع شكلها ناتشرال طبيعيه. هتلاقي صور احنا حاطينها واحنا بنشرح هتبين. بس ده يعني ليه فتره وبيرجع زي الاول ولا لا؟ بص بقى، الفيلر ده ماده كل شركه من الشركات العالميه دلوقتي بتنتج الماده دي، بتسميها فيلر باسم معين تجاري. الفكره ان هم بيزودوا حاجات فيتامينز وحاجات زي جروس فاكتورز، خلايا جذعيه وحاجات كده، عشان يقعد مده اطول. بس هو ماده في الاخر بتتكسر، لا بتتكسر مع حرق الجسم، يعني حسب حرق كل حد، بس افريج من 6 شهور لحد سنه. وساعات كمان في انواع لحد سنتين، وده احسن بكتير، لان انا مش الصح ان انا احط حاجه في وشي ثابته لا تفضل تفضل موجوده طول الوقت. لا، طب هل استجابه كل واحد زي تاني؟ يعني كل شخص بيجي لك نفس لا ما هو لازم بقى ايفالويشن بتاع الدكتور، يعني انا لازم اشوف الحل الاول واكزامن واقول لها لا البيست ريزلت بالنسبه لي كان عامل كذا. معانا صور في الموضوع ده ممكن نعرضها. دي اللي احنا بنقول عليها الابتسامه اللثويه، هي دلوقتي كانت مشكلتها وهي بتضحك اللثه عندها باينه زي ما احنا شايفين. ده بيفور، قبل الافتر بقى، وانا عملت فيلر الشفايف قد ايه فارق، ان هو الضحكه اختلفت جدا معاها، شكل ناتشرال قوي. لا انا مش مغيره في شكل شفايفها بالمنظر الوحش او المنظر الفيك، لا هي منظرها حلو وطبيعيه. وكمان بيفيد ان اولا ده تخدير بنج ربع ساعه نص ساعه محطوطه على الشفايف، مفيش وجع تماما، بس بيحصل بعد الحقن لازم يبقى فيه شويه تورمات، لان الفيلر ده ماده بتندمج مع الجلد. الفيلر ده الماده الهيالورونيك اسيد دي ماده موجوده اصلا في جلدنا، هي ماده زي الكولاجين اللي جوه، فمش ماده غريبه ترفضها الجسم او يعمل عليها رياكشن. تمام، دي اول حاجه. بنستخدم كمان الفيلر في الحاله اللي احنا شايفينها دي واحده عندها مشكله ان الدقن اصلا عندها مش موجوده، فالبروفيل بتاعها مش طبيعي. تمام، دي بقى انا ظبطت لها ان انا حقنت لها فيلر تشان. لما حقنت الفيلر تشان اولا شفايفها برزت بطريقه حلوه جدا من غير ما اجي ناحيتها، وفي نفس الوقت اديت البروفيل والشكل بتاعها اللي كان عندها اصلا مشكله فيه زي الحالات دي. يبقى الفيلر معانا مش بس ماده بنفخ بيها شفايف او كده او حاجه كده لاكجري، لا هي حاجه احنا بنعملها ضروري. الحاله دي بقى اللي هي اكتر حالات بتجيلي، اللي هي حالات حقن تجويف تحت العين او اكياس تحت العين، دي من اكتر المشاكل اللي بتواجه ستات ورجاله. السؤال ده لا، دي تحت العين والهالات السوداء دي انا بيبعت لي عليها عندي كل البيشنتس تقريبا بيجوا على المشكله دي، بس كل الناس بيتضايقوا ان تحت عيني مجوف، تحت عيني اسود، تحت عيني زي ما يكون في كيس.
لما بحقن فيلر بماده معينه بتركيز معين، الماده دي بتملى الجزء ده. طب ايه اللي بيحصل اصلا عشان يبقى الشكل ده موجود؟ مع فقدان الوزن، الدايت الكتير، احنا عندنا دهون مبطنه للجفن السفلي بتفقد لانها ضعيفه قوي، تمام؟ فلما بتيجي بعد كده بتدي شكل يا جيوب، يا تدي شكل تجويف، يا تدي شكل ان العين دي تعبانه، انت مش نايم مهما تعمل. طبعا الستات بتعوض الفكره دي انها تقعد تحط ميك اب، وانا طبعا ضد ان انت تحط ميك اب طول الوقت عشان تداري مشكله، لانه اكيد بتعمل بشره طبعا يعني. لا هو بيبوظ، بيدي تجاعيد مبكره وبيعمل مشاكل كتير قوي. هو الميك اب ده بيتحط في فتره معينه ويتشال. الحاله دي مثلا كانت فقدت وزن تقريبا 35 كيلو، كانت عامله عمليه من العمليات، بعد كده جت هي مشكلته طبعا تحت العين، هي كانت صغيره عندها 40 سنه، فما يديش شكل العين اللي احنا شايفينه اللي هو كله تجاعيد والمنظر ده كله. على فكره الصور دي ريزلت ايميديت على طول، اول ما يعني اول يعني ما حقنت بفرند افتر يعني، وبتبقى احلى واحلى يعني كمان. يعني برضو اكيد لما بتاخد الموضوع ياخد مده بعدها مثلا بكتير، بعد اسبوع 10 ايام بتبقى احلى جدا، بتبقى الشكل جميل قوي، مفيش اي مشكله فيه. طبعا طبعا كل الكلام ده لازم دكتور اخصائي اللي يحقن، مش اي حد نديله نفسنا، لان احنا عندنا وشنا ده في حاجات كتير قوي تحت الجلد، لو حد مش دارس هيبهدل الدنيا. مشكله كبيره. اهم حاجه كمان دايما بننصح بيها الناس يعني برضو للشفافيه وللثقه، انت عندك الفيلرز ده انواع كتير، انت لازم تسال النوع ايه وتدور عليه وتشوف الدكتور او تيفر اللي هيحقنك يعني ده. يعني الشركات اللي بتنتج الموضوع ده يعني مختلفه، واكيد لازم مختلفه تقدر تدور عليها بالظبط. دور على منتج مترخص ومنتج وورلد وايد، تشوف السترنج بتتفتح قدامك. طب بامانه في دكاتره بتستخدم ان هو يعني الموضوع كتجاري بزنس بحت يعني، أكيد فممكن في كل حاجة يسترخص او يعمل طبعا طبعا ده موجود. بص كل يعني مش هقول لك ان ده حاجه، دي حاجه حسب ضمير كل دكتور طبعا بالزبط. فالدكتور اللي عنده شفافيه المفروض كانت بيشنت يكون انت عيان عايز دكتور، تبقى انت كمان مثقف ورايح له بتسال ايه النوع ومش غلط، تشوف السترنج بتتفتح قدامك ليك انت، ده حقك، ده حقك، وانت لازم تبقى عندك توعيه عشان الناس اللي مش دكاتره اللي اخذوا الموضوع ده حرفه دلوقتي، وسناتر التجميل اللي هي مش مرخصه وما فيهاش دكاتره. يعني في ناس بتكون مستنيه نتيجه معينه، بتعمل حاجه تلاقي نفسها ما وصلش النتيجه اللي هو عايزها، لا وباظت، وممكن تلاقي سايد افكت ان كمان هي اتقلبت معاها عكسي. فلازم تروح لحد انت واثق فيه، عارف هو هيعمل ايه، تتناقش معاه الاول، يشوف مشكلتك على الحقيقه. ما تختارش برايس طبعا، انت حقك طبعا تختار سعر مناسب ليك، بس اختار كواليتي. دي حاجه جوه وشك، اي حاجه جوه وشنا احنا لازم نعمل مليون في الميه حساب، ما فيهاش كلام. طب هي الحاله اللي تعمل الفيلر تقدر تعمله تاني يعني بعد فتره؟ يعني في مشكله ان هي لو تكرر تاني نفس لا عادي جدا، بس هو السؤال اللي بيجي بقى بطريقه تانية يقول لك طب لو ما حقنتوش الجزء ده يترهل، الجزء ده هيبوظ، الجزء ده، دي اشاعه فظيعه. يعني بعد ما تعمله لو ما كمل، لو ما عملتوش هو تاني هو ولا اي حاجه خالص، هيرجع الشكل كمان احسن من الاول، بس مش زي ما الفيلر موجود، لان الفيلر بيعمل حاجه استيميوليشن اوف كولاجين، هو اصلا ماده بتحفز تكوين الكولاجين الطبيعي، لان احنا عندنا بعد سن ال 25 الكولاجين اللي في بشرتنا الطبيعي بيتكسر. طب هتقولي طب سو ما يتكسر، يبدا يبان ان وشي واقع، يبدا يبان ان عندي خطوط في وشي، يبدا اقول وانا اصغر شويه كان وشي منور. طب بمناسبه موضوع شد، موضوع الوش والخيوط الحاجات دي، انا يعني برضو جالي سؤال كتير اتكرر اللي هو موضوع شد الوش بالخيوط. بس هو دلوقتي اكتشفوا كده من سنين كتيرة الخيوط الجراحية اللي احنا بنستخدمها انها ممكن تشتغل، انها تتحقن في الطبقة السطحية للجلد انها تشد الوش معانا. طبعا دي ليها حالات مش كل الحالات، تمام؟ يعني لازم يبقى مثلا برضو مش جراحة صح؟ لا دي مش جراحة، دي نفس الكلام، احنا قاعدين حاطين بنج بس، وبنحط ممكن بنج موضعي مكان ما هنحقن. الموضوع لطيف جدا، ده الناس اللي عندها مشاكل صحية انها ممكن ما تدخلش عمليات شد وش، او هي مش عايزة النتيجة الاوفر، هي عايزة الترهل اللي كان حصل اخر 10 سنين مثلا يقل شوية، تدي شكل ناتشرال. موضوع سهل بسيط، بس الخيوط الجراحية ما بتدومش زي الجراحة، يعني الخيوط الجراحية دي ماكسيمم احسن نوع من 3-4-5 سنين، ده يعني وانت محظوظ جدا مع ان انت محافظ مع ان انت محافظ على نفسك، انك انت ما بتحاولش ان انت تخسي زياده على اللزوم. يعني واضح ان اي حاجه بنعملها من الحاجات دي بيبقى ليها بعد كده كورس علاج، او في حاجات لازم تمشي عليها بنحافظ على كل حاجه يعني اهم خطوه عندنا دايما بقولها للناس دي، حافظوا على الجرافيتي بتاعت وشكوا، ان انت دايما اتعود ان تغسل وشك من تحت لفوق، تحط اي سيرم او اي كريمات من تحت لفوق، الحركه دي ما تخليش الوش معانا يهدل مع الجاذبيه الارضيه، كل الكلام ده بتبقى روتين ستيبس. ان انت مثلا ما ينفعش تبقى مثلا انا مش يعني داخل معانا صوره لشد الخيوط برضو كده كنا عايزين نبص عليها، دي حاله من الحالات ماشي، الحاله دي وشها مليان ما كانش فيه مشكله غير عندها وشها حاسه ان هو واقع، ووصل معاها انها حاسه ان عندها حاجه اسمها ابتسامه حزينه، يعني الثانيه اللي عند البق دي شكلها بيان انها زعلانه على طول.
ده الخيط الريزلت ايميديت، وشها مشدود، ده طبعا في ساعتها هو كمان بيريح عن كده، بيبقى شكله طبيعي عن كده، بس الصور دي كلها بيفور اند افتر يعني ات وانس، في وقتها بالظبط. بيدي بقى بعد كده الخيط ده نضاره رهيبه في البشره، بشرتها بتنعم، بتصغر، بتدي شكل. هي بتيجي لي فعلا بعد 10 ايام مبسوطه جدا جدا. بتحافظ بس بايه بقى، ان انا بقول لها لو سمحتي ما تخسيش زياده. اقل فتره يعني، يعني اقل النتيجه ممكن تحصل عليها، انت قلتي لحضرتك من 3 سنين لخمس سنين صح؟ ده حسب النوع بتاع الخيط. اكتر نوع بيقعد 3 لـ5 سنين، في انواع تانية بتقعد سنه بس. بس هي بالنسبه لي بتبقى الفيلر احسن يعني. لو انا هعمل، انا على فكره الفيلر مش بس ان انا بملى، انا ممكن كمان اعمل بيه شد وش بطريقه معينه في حاجه يعني معينه. يعني الفيلر يغني عن موضوع شد ال لو انت، لو هي واحده وشها فاضي، خست جدا وشها فاضي، فبالتالي الجلد راهل عندها. ففي دلوقتي تكنيكس كتيره قوي الابديتد دلوقتي وورد وايد، ان احنا بنحقن فيلر طريقه الشد. يعني انا بحقن فيلر عشان اشد بيه في مناطق معينه يعمل ليفتنج. يعني انا لو حقنت هنا بدل ما احقن هنا، انا كده هدي فوليوم هنا فيتشد معايا. نفس الكلام هنا، كل ده بيستخدم فيلر. فيلر ده يديك كونتور للوش، تحديد للوش وشد في نفس الوقت. بيدي اولا شكل الطف جمالي اكتر، ديفينيشن للوش اللي بيشوفه الناس يقول لك هي وشها زي مشدود كده. ده انا يعني اسف بقى، انا في سؤال جه في دماغي. ايه يعني انا بسمع برضو عن البوتوكس، ايه الفرق بقى بين لا ده احسن حاجه. البوتوكس ده عباره عن ماده بتستخدم انها بروتين معين بيستخدم انه يرخي العضله شويه. ازاي؟ احنا مع الوقت، مع السن، مع طول ما انت عصبي ورياكشناتك كتير ومتوتر وترفع حواجبك وكده، ايه اللي يحصل؟ بيتكون عندنا العضله دي بتشتغل، تبقى شديده. زي انا بقعد اشبههم، بقول لهم الراجل لو راح الجيم او وات ايفر مين، مش هيلعب على العضله بتاعت ايده مثلا، العضله بتاعت ايده هتنشف. صح كده؟ نفس الكلام هيحصل في الجبهه. فلما العضله بتبتدي تنشف هيبتدي يحصل عليها الجلد كمان يكرمش. فلما يبتدي يكرمش هتلاقي مع الوقت ان انت لما بترفع حواجبك هتلاقي مليون خط. بعد شويه انت سبت الموضوع، هتلاقي ان من دون اي داعي وانت قاعد عادي مش زعلان، ما فيكش اي مشكله خالص ولا اي مندهش حتى، خطوط في الجبهه. بعد وقت توصل على سن 50 مثلا هتلاقي الخطوط دي بدات تحفر. في زي الصوره دي برضو اللي معانا دلوقتي، دي مبدئيا حد صغير في السن، دي عندها حاجه و30 35. بس انت، انا في الحالتين على فكره هي بترفع حواجبها. يعني الموضوع ده برضو بسببه العصبيه كتير يعني. سببه استخدام رياكشناتك الكتير. يعني طول ما انت بتحاول تقلل من استخدام رياكشناتك في اللي انت تبقى مش مخضوض، باصص لفوق على طول، مندهش. في ناس اكسبريشنز بتاعتهم قويه بالظبط. دي مثلا الحاله دي في الحالتين على فكره هي رفع حواجبها يعني. هي متحكمه في حواجبها كويس جدا. احنا بنحقن البوتوكس في الجبهه وحوالين العين الجنب ده. حاجه اسمها كروس فيت، اللي هي الخطوط زي اشعه الشمس كده بتظهر. دي بتبين العين معجزه. طب هو بس عشان وقت الفقره بس مش مساعدنا، احنا الكلام معاكي ممتع والله جدا، بس في حاجه، انا سؤال مهم جدا طرح علينا كتير، ايه الروتين اليوم اللي تتبعه البنات بحيث ان هي تحافظ على بشرتها؟ حلو. احنا لازم نعرف ان احنا عندنا ستابس كده محفوظه. نصحى الصبح نغسل وشنا بغسول حسب نوع بشرتنا، وبعد كده نحط تونر، وبعد كده سيرم، وبعد كده مسترايزنج كريم مرطب، وبعد كده سامبلوك. طبعا الترتيب ده يعني هنفصل دقايق عن كل حاجه، بس الترتيب ده مهم. ليه؟ لازم اختار غسول مناسب لنوع بشرتي. ما ينفعش انا بشره دهنيه واستخدم غسول البشره الجافه، هيبقى هيزود لي، يعمل لي مشكله في الحبوب ومسامات واسعه وهيزيت وشي. التونر فكرته انه بيعادل البي اتش بتاعك. مشكلة معظم الناس بتعتمد على دماغها، هي بيروح هو يشيل الحاجه من غير ما يسال، ما هو بيعرف نوع بشرته ايه. دي المشكله بقى بعد كده بترجع لدكاتره الجلديه. انا بلاقي بنت جايه لي او سيده بلاقي مشاكل كتير قوي مش عارف احلها منين، بسبب انها ما بتستخدمش روتين مناسب. انها لو كانت بدات من الاول تحافظ احسن بكتير من انا بعد كده ابتدي بالظبط. انا فلازم اعرف كده البنت، اي بنت كبيره كده بقت حلوه بقت مازال كده، لازم احط الستبس دي. وبالليل اجي اعمل نفس الكلام من غير سان بلوك، وازود حاجتين، ازود كريم عين وازود ليب بالم يعني مسترايزنج الشفايف. عموما عشان الفقره احنا استمتعنا بالكلام معاك جدا، والف شكر ليك يا دكتور ونورتينا. وانا مبسوطه قوي. نخرج فاصل ولسه معاكم، كملين.